فيه متسع. أبو عبد الرحمن، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة. صلاة السلام. أبي قتادة لما انتزعت عينه في غزوة أحد طاحت على جبينه، فردها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبحت أفضل عين يرى بها حتى توفي. وهذه معجزات محمد صلى الله عليه وسلم، فله محمد معجزات كثيرة. يعني بنتحدث عن معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحروب وفي غيرها، في عندما وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، تصور يأتي إلى شاة هزيلة جالس ما راح ترعى مع الغنم لأنها من الضعف، من الضعف لا تستطيع أن تسرح مع الرعية، بكيت في البيت في بيت أم معبد، فيأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويمسح على ظهرها فتدر الحليب فيشرب أبي بكر ويشرب دليلهم وتشرب أم معبد ويشرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتصحى هذه الشاة تسمع أفضل شاة وجدت عند أم معبد. فمعجزاته كثيرة. في غزوة تبوك لما المنافقون سبقوا الرسول وشربوا الماء العين، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ووضع إصبعه فنبع الماء من العين أكثر مما كانت. له معجزات كثيرة صلى الله عليه وسلم. في ليقرأ في السيرة يجد جم وافر من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزاته وقدرته الله سبحانه وتعالى التي أعطاها إياه عندما يدعو ويخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الأشياء التي دونت في كتب السيرة. تمام، إن سمحتوا لي أعرج على أبو محمد.